كيكي ميلان وبيكينو كيكي ولعبها له بوك 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 يختبر إكيكي إكيكي اللي لسه نازل ياخد تمريرة من مين؟ من ميلا ميلا والله ميلا يحط يعمل تمريرة قاتلة لإكيكي لتتقدم الكاميرون بهدفين لهدف واحد لإنجلترا وهدف إكيكي إكيكي بعد مدي مش ممكن مش ممكن إكيكي بعد مدي 20 دقيقة وادي جيلسون العجوز مش مصدق اهو شايف التمريرة لم ثلاثة ولعبها له بالمقاس والتاني ما على طول ما كدبش خبر وحطها في المقص ادي الخبره بتاعت ميلا نزل وغير اللعب لصالح الكاميرون وادي إكيكي اللي لسه فاليري لسه منشط فيه وتبقى الكاميرون اثنين وانجلترا واحد اهي اثنين واحد احرز الهدف إكيكي يا طبعا ادي انجلترا وادي مش مصدقين انما زي ما قلت لحضراتكم في بدايه المباراه ان الكاميرون وادي شخص اهي من شيلتون بيصحصح فرقته زي ما قلت لحضراتكم ان الكاميرون فرقه ثقيله وكبيره وبتلعب كوره ما بقاش انها ما تهزم انجلترا او اي حاجه او توصل للدور قبل النهائي تبقى مفاجاه لان فعلا فرقه اثبتت